مرحبا بكم في موجز الرابع على إنفوجراد. قال المستشار النمساوي كارل نيهما عقب اجتماع حكومة الأزمة أن الوضع في أوكرانيا لا يزال غير قابل للتنبؤ به، وينطبق الشيء نفسه على الرئيس فلاديمير بوتين. لذلك سنبذل قصارى جهدنا لحماية النمساويين والاستعداد في بلدنا بأفضل ما في وسعنا للاستعداد لأي آثار لتفاقم الوضع. وهذا يتطلب تنسيقا وثيقا على المستوى الأوروبي والوطني. وبهذا الشأن أعلنت النمسا عن تقديم مساعدات غير فتاكة لأوكرانيا، ولهذا سيتم إرسال 10,000 خوذة إضافة لمئة ألف لتر من الوقود ودعم دول الجوار في استقبالها للاجئين. قال وزير الداخلية النمساوي جيرهارد كارنا حول التهديدات النووية الروسية أن قوات الدفاع المدنية جاهزة على أفضل وجه، ووعد بتقديم المساعدة لجميع اللاجئين في أوكرانيا وعدم خذلهم، مشيرا إلى أن الوضع يختلف عن موجة اللاجئين عام 2015، حيث أن النمسا ليست الوجهة الأولى. وأضاف أن النمسا ستساعد البلدان المجاورة لأوكرانيا، بالإضافة إلى أن أغلبية اللاجئين عام 2015 كانوا من الشباب، ولكن في الحرب العدوانية الحالية على الأراضي الأوروبية يفر الكثير من النساء والأطفال وكبار السن هربا من القنابل والموت. ويعتزم الاتحاد الأوروبي تشريع قوانين يحصل فيها الأوكرانيون على حق اللجوء بشكل تلقائي. بعد تهديدات بوتين باستخدام الأسلحة النووية في الحرب على أوكرانيا، زاد الطلب على حبوب اليود المضادة للتأثيرات النووية في النمسا. ووفقا لنقابة الصيادلة، يوجد طلب متزايد في الصيدليات، كما أنه غير متوفر حاليا على مواقع الصيدليات. وأشارت النقابة أنه لا يوجد سبب لأخذه، وحذرت من تناوله بدون استشارة الطبيب، في حين أكدت النقابة توفره للأطفال والحوامل والمرضعات. ويعرف عن اليود أنه يخفف من امتصاص الغدة الدرقية للمواد المشعة. مع بدء الأسبوع الدراسي الجديد اليوم الاثنين، عاد الحضور الإلزامي مرة أخرى في المدارس، وبالتالي لم يعد بإمكان الآباء إعفاء أطفالهم من الذهاب إلى المدرسة دون شهادة طبية، كما تسقط متطلبات الكمامة في الفصل للطلاب. ويسمح للمدربين في النوادي الرياضية بالعودة إلى المدارس، وحتى 5 مارس المقبل يسقط التزام الكمامة لكل من تلقى اللقاح أو تعافى من الفيروس بالنسبة لطاقم عمل المدرسة. كان هذا موجز الأنباء، ونلقاكم على رأس الساعة 6 في قراءتنا الإخبارية الموسعة. إلى اللقاء.